للمزيد والوقوف حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت سيد لقمان سليم المحلل السياسي. سيد لقمان صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية، وهل رشحت أي معلومات رسمية على الأقل حتى هذه اللحظة حول طبيعة هذا الانفجار والسبب الذي نتج عنه؟ صباح الخير يا سيد، أهلا بك. ربما سؤالك في محله وأكثر، لأنه حتى الساعة لا رواية رسمية متكاملة حول ما جرى، وعندما نتحدث عن انفجار فلربما يتعلق الأمر بأكثر من انفجار واحد، وعندما نتحدث عن مواد كيميائية كانت مخزنة في العنبر رقم 12 فلربما نتحدث أيضا عن مواد أخرى كانت مودعة قرب هذا العنبر. وبالتالي نحن حتى الساعة كلبنانيين لا نملك رواية ولو أولية من مصدر رسمي حول ما جرى. بيت القصيد هو الإعلان الذي كان خلال الساعات الماضية من قبل مجلس الدفاع الأعلى عن التوصية في أن لا تأخذ التحقيقات خمسة أيام، ولكن هنا يطرح اللبنانيون السؤال التالي: كيف يمكن للأجهزة الأمنية والقضائية التي لم تستطع استباق ما جرى والحيلولة دون وقوع الكارثة أن توكل إلى نفسها بالتحقيق في هذه الكارثة؟ علما بأن الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية سحبت منها الثقة سحبا نهائيا في العام 2005 في 14 نعم قتل رفيق الحريري، وارتأى مجلس الأمن أن يتم إيكال التحقيق في جريمة اغتيال الحريري إلى محكمة دولية، وكان من المقرر أن انتظر هذه النتائج يوم الجمعة القادمة. وبالتالي لا أظن أننا في العام 2020 قد حققنا تقدم من يسمح لنا بأن نقول بأن الأمن اللبناني أو بأن القضاء اللبناني يصلح للنظر في هذا. طيب سيد لقمان، ربما هذه قضية أخرى الذي جرى لو تسمعني سيد لقمان، هل تسمعني سيد لقمان؟ تفضل. نعم طيب، بالأمس أعلن عن اجتماع لمجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء ربما سوف يعقد بعد ظهر اليوم. قبل قليل أيضا أعلن عن لقاء يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كل هذه الاجتماعات ما الذي يمكن أن تنتج عنه؟ يا سيدي، كما نقول بالعامية اللبنانية، لو بدأت شتي كانت غيمت. لو أثمرت اجتماعات هؤلاء الرؤساء شيئا فيما مضى لا أمكن لنا أن نتوقع منها أن تثمر شيئا اليوم. ولكن يا سيدي، ما هي حصيلة صفر زائد صفر زائد صفر؟ لا يمكن لأصفار تجتمع إلا أن تنتج صفرا، ونحن اليوم في مرحلة تضييع وقت. ومن الواضح بأن السلطة السياسية اللبنانية تسعى بكل قواها وبكل أدواتها الأمنية والإعلامية تأثيرية لتقديم حجم ما جرى ولتضييع المسؤوليات بشأن ما جرى، فينتهي الأمر باعتبار أن المسؤولية لا تتجاوز بعض المهملين من الإداريين أو غيرهم من صغار الرتب، يعني تعود الأمور إلى ما عليه. كل ثقة بأن ما جرى في بيروت وما يستمر هو أشبه بالشرنوبيل الصغيرة، سوف ينتهي بها الأمر بالإطاحة بهذه المنظومة التي أثبتت بأنها لم تعد قادرة على إدارة بلدهم على تأمين أمن اللبنانيين. نعم، يعني لو تحدثنا سيد لقمان عن أهمية مرفأ بيروت بالنسبة للاقتصاد اللبناني، كما تعلم هو واحد من بين عدد من الموانئ اللبنانية أبرزها طبعا طرابلس وبيروت. هناك حديث على أن هذا المرفأ هو مسؤول عن تأمين 70% ربما من الواردات إلى لبنان. يعني دعني أختصر الأمر بشكل أبسط، نقول بأن التهديد عبر مرفأ بيروت يخسر الدولة اللبنانية سنويا 3 مليارات دولار أمريكي. لعل هذا الرقم يكفي بحد ذاته لوصف أهمية مرفأ بيروت. ولكن الموضوع لا يقف عند الفساد
بمعنى للكلمة. مرفأ بيروت يخضع أيضا لفساد من نوع آخر، هو الفساد السياسي من خلال سيطرة ميليشيا الله عليه كما على سواء المرافق والمعابر البرية والبحرية والجوية. وفقد خلال الآونة الأخيرة مجموعة من التقارير تحذر، وأشدد على كلمة تحذر، الدولة اللبنانية من استمرار الأمر على ما هو عليه. نعم. فنحن اليوم أمام أولا دمار كامل لهذا المرفق الذي يشغل الآلاف من اللبنانيين مباشرة أو غير مباشرة، والذي يؤمن يعني 70% من واردات البلد، وبالتالي نحن أمام كارثة لم نتحقق من كل وجوبها وتبقائها بعد. كما نقول أيضا بالعامية ما زال الجرح حارا، نحن لم نرى بعد كل ما سوف يترتب من تداعيات على ما حصل بالأمس. طيب. عند السادسة بعد الظهر. بما أنك تحدثت عن الشق السياسي والأحزاب السياسية، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها لبنان، ألم يئن للأحزاب السياسية للقوى السياسية أن تجتمع على كلمة واحدة وهي التي دائما آخذة في التفلت من كل جامع؟ يا سيدي، هذه القوى السياسية تجتمع على كلمة سواء وكلمتها سواء هي الفساد. بكل بساطة مشكلة أن القوى السياسية غير مجتمعة على ثقافة المعالم وعلى الفساد. وللأسف الشديد فإن كلمة السواء هذه، أعني الفساد، محمي من ميليشيا مسلحة تملك إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات الدولة اللبنانية. مشكلة لبنان هو اجتماع المنظومة السياسية على الفساد واجتماعها على تقاسم حصص هذا الفساد. نعم. طيب، إذا كان ما حدث في 2005 من اغتيال الحريري وما حدث وكل الأحداث التالية من عدوان إسرائيلي على لبنان، وصولا إلى التظاهرات التي بدأت العام الماضي في أكتوبر من العام الماضي، وصولا أيضا إلى هذه الحادثة، كل ذلك هل يؤثر على المنظومة السياسية، التركيبة السياسية في لبنان؟ هل سوف تقف أو سوف تأخذ قرارا بتغيير هذه التركيبة السياسية؟ لاحظنا طوال الأشهر الماضية منذ أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة، هناك دعوات، هناك مطالبات تأتي من قطاعات ليس بالقليلة من المجتمع، هي قطاعات عريضة من المجتمع اللبناني، من كافة الأحزاب ربما اللبنانية وغير المؤدلجين حتى في الشارع، يطالبون بتغيير التركيبة السياسية في لبنان. رغم كل هذه الأحداث، هل يستطيع ما حدث بالأمس في بيروت أن يغير من التركيبة السياسية الموجودة حاليا في لبنان والعهد الرئاسي؟ نعم، يعني دعني أراجع معك التصريحات والتعليقات التي صدرت بالأمس. في معظمها شددت هذه التعليقات والتصريحات والإدانات الدولية على دعم الشعب اللبناني وليس على دعم الحكومة اللبنانية. واختيار التعابير في البيانات الرسمية تعرف جيدا ليس بالتفصيل الذي يمكن المرور دونه مرور الكرام. المجتمع الدولي فاقد لثقته بهذه الحكومة ومن ورائها المنظومة السياسية الميليشياوية التي تحميها. وإذا كنا سوف نرى خلال الساعات المقبلة طائرات تحمل موادا إغاثية ومستشفيات ميدانية، فهذا لن يعني على الإطلاق بأن الحكومة اللبنانية، حكومة حزب الله، سوف تتمكن من استرداد عضويتها من خلال دماء اللبنانيين الذين قتلوا وجرحوا بالأمس. طيب، ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة في الاجتماع الذي سوف يعقد؟ برأيك هل يعني سوف يعني الحكومة سوف تتخذ العديد من القرارات في القطاع الاقتصادي، في الشق الاقتصادي فقط، أم أنها مخولة باتخاذ قرارات أمنية؟ لاحظنا بالأمس أن بعد هذا الاجتماع الذي كان لمجلس الدفاع الوطني في لبنان اتخذت قرارات، من بينها أو أبرزها على سبيل المثال ما يتعلق بأن الجيش هو الذي سيتحكم في الأمن داخل العاصمة بيروت. هل من قرارات اقتصادية سوف يقررها مجلس الوزراء في اجتماعه؟ يعني دعني أعلق بسرعة على شقي السؤال. طبعاً الحكومة كانت تبحث بكل الوسائل عن إيثار أو عن إشاعة جو من الأمر.
الضغط الأمني عشية صدور حكم المحكمة الدولية يوم الجمعة السابع من آب، وقبل حصول إنذار الأمس كانت تحاول التوغل في سبيل ذلك بجائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات المحققة بها في لبنان. وبالتالي هذه الحكومة نعم تؤثر الرواية الأمنية وتؤثر الخيار الأمني، ولكن هل يمكن لهذا الخيار الأمني أن يدوم إلى الأبد؟ بطبيعة الحال لا، لا سيما أن الوضع الاقتصادي يتغذى إلى مهاوٍ غير مسبوقة، والحكومة اليوم دون مساعدة المجتمع الدولي لا يمكنها أن تحقق أي تقدم اقتصادي أو أن تنعش حتى اللبنانيين في حياتهم اليومية. وبالتالي أمام لبنان، ولا أقول أمام الحكومة اللبنانية، سوى أن يلتزم شروط المجتمع الدولي التي هي مطالب اللبنانيين أنفسهم، هذا يعني تغييرا على مستوى الذهنية وليس على مستوى المنظومة السياسية. ما الذي يتطلب من اللبنانيين فعله اليوم؟ في الحقيقة اللبنانيون يقومون بأكثر مما يمكن لهم أن يقوموا به، وخير دليل على ذلك أن من جرحوا وقتلوا وهجروا من بيوتهم بالأمس، يعني هم نفسهم هؤلاء اللبنانيون الذين خرجوا في 13 تشرين للمطالبة بالإصلاح وللمطالبة بنزاهة القضاء وعدم فئوية الأمن وغير ذلك. أظن بأن اللبنانيون اليوم وأعذر لي التشبيه يتحولون إلى كتلة من النترات الاجتماعي لن تلبس أن تجر في وجه هذه السلطة ومن يحميها من ميليشيات. طيب أخيرا سيد لقمان، حدثنا عن المنظومة الصحية، عن المستشفيات، هل هي ما زالت قابلة لاستقبال المصابين والجرحى من هذا الانفجار الذي وقع بالأمس، أم أنها عاجزة حتى هذه اللحظة يعني عن استيعاب هذا الكم الكبير؟ يعني كما شهدنا بالأمس، المستشفيات اليوم أمام تحدي اثنين، تحدي كورونا من جهة وتحدي الخسائر البشرية التي وقعت بالأمس، وبالتالي المستشفيات تبلغ بكل بساطة كما وصف لي أحدهم حتى الاختناق، ومن ثم ما نراه من مسارعة من العديد من الدول الصديقة إلى مد يد العون الإغاثية لا سيما بالنسبة إلى المواد الطبية والمواد التي يمكن أن تساعد القطاع الصحي اللبناني الذي يكاد أن ينهار بمعنى الحرفي للكلمة. وأيضا وزير الصحة اللبناني كانت له كلمة لافتة وتصريح لافت منذ قليل عندما قال أن أعداد المفقودين من هذا الحادث ربما يفوق أعداد الوفيات المعلنة حتى هذه اللحظة. نتمنى السلامة والأمن والسلام للبنان مرة أخرى حتى يعود كواحة للاستقرار في المنطقة. على أي حال السيد لقمان سليم المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت.